صباح الخير، انا دكتور مصطفى جميل، مدرس زراعه الاسنان وعلاج اللثه جامعه بني سويف. هنتكلم مع بعض النهارده عن توبيك انترستينج لاي طبيب اسنان ولاي امبلانتولوجيست. النهارده هنتكلم على الايميديت بوست اكستراكشن امبلانت بليسمنت، ايه السيكونس وايه الكيس سيلكشن، ازاي اقدر اعمل ايميديت امبلانت باثاتيك اوتكم اكسبتبل ليا وللعيان بتاعي. خلينا نشوف مع بعض ايه الاوتلاين والكيسز اللي ممكن تجي لنا تكون عامله ازاي. طيب اول حاجه انا هسال نفسي ايه الكلاسيفيكيشن اوف امبلانت بليسمنت اكوردنج تو تايمينج. يا اما الحاله دي بتجيلي عندي انديكيتد فور ايميديت امبلانت او نوت انديكيتد، فهعمل مثلا سوكت بريزرفيشن عشان اقلل الاماونت اوف ريدج ريزوربشن اللي هيحصل. طب لو الكيس از نوت انديكيتد فور ايميديت امبلانت والعيان لاي سبب ما مش عايز يعمل ريدج بريزرفيشن، هنشفت للتايب 2 اللي هو ان انا عندي early soft tissue healing، ودي بتحصل from 4 to 8 weeks، انما لسه ما عنديش بون، بس عندي الادفانتج ان انا عندي good soft tissue coverage تخليني اقدر اعمل immediate implant، ممكن اعمل معاه ridge augmentation. طيب تاني حاجة، لو انا استنيت مش 4 ل 8، استنيت 3 to 4 months ابتدى يكون عندي بون، وده اللي بنسميه تايب 3. انما تايب 4 اللي هو الديليد او الليت امبلانت بليسمنت، بقى خلاص عندي ماتيور بون، لاميلر بون فورميشن. طيب احنا الكونسيرن بتاعنا النهارده هنتكلم على الايميديت امبلانت بليسمنت. طيب خلينا نشوف ليه اعمل ايميديت امبلانت. ايميديت امبلانت ده حاجه بتوفر على العيان الوقت ان هو يقعد فيه من غير اسنان، بالذات لو انا عرفت اعمل immediate loading، فبالتالي دي حاجه هتحسن البيشنت ساتسفاكشن، هتقلل البين، ان العيان بيعمل جراحه واحده بيشيل فيها النون ريستوربل توث او روت ويحط الامبلانت مكانه. ميزته ان هو بيكمبنسيت للريزوربشن بروسيس اللي هتحصل نورمالي لو العيان خلع او ما عملش حاجه مكانه. طيب انما الديليد امبلانت، عشان دلوقتي ريسنتلي معظم الاوروبيان كونسبت رايح ناحيه ان انا اعمل ديليد امبلانت او ايرلي امبلانت بليسمنت، ان انا يكون عندي سوفت تيشو كويس، عندي بون، فاقدر احط امبلانت ان بروثاتيكالي دريفن بوزيشن، البرايمري ستابيليتي مضمونه اكتر بان انا عندي جود بون اول اوفر الامبلانت، بلس ان كريستال ريزولوشن اقل مع الريسك اوف ميد فيشال ريسيشن اللي موجود مع الايميديت امبلانت برضو اقل. فانت ككلينيشن يو شود سيلكت الكيس بتاعتك كويس عشان يبقى عندك اديكويت ريزلتس ليك وللمريض بتاعك. طيب عندي حاجه اسمها رول اوف 5، دي لازم احققها لو انا هعمل ايميديت امبلانت. لازم يكون عندي انتكت باكر بليت اوف بون، لازم يكون الامبلانت محطوط في بروثاتيكالي دريفن بوزيشن، في نفس الوقت احقق برايمري ستابيليتي، ان ساعات الكلينيشن ما بيقدرش يجين برايمري ستابيليتي فبيحاول يحط الامبلانت في اي مكان يجين منه برايمري ستابيليتي رغم ان هو مش في بروثاتيكالي دريفن بوزيشن. وزي ما احنا متفقين عيان عايز كراون او توث في مكان كويس شكله ناتشرال. بعد كده هنتكلم على الامبلانت ديزاين اللي هنستخدمه والجامبنج جاب اللي هو السبيس اللي ما بين البلاتفورم اوف ذا امبلانت اند البكال وول، واخر حاجه السوفت تيشو بايوتايب اللي بتلعب دور مهم قوي في كيس سيلكشن فور ايميديت امبلانت. طيب يبقى اول حاجه اكزامينشن، انت ككلينيشن هتتاكزامن ايه؟ هتاكزامن بوث سوفت تيشو اند بون. هنبص على ايه في السوفت تيشو؟ على الاماونت اوف كراتينايزيشن وعلى البايوتايب الثيكنس بتاع التيشوز. طيب ايه هي البايوتايب؟ بايوتايب يا اما ثين يا اما ثيك. الثريشولد بتاعي هو 2 مليمتر. If you have a thickness of more than 2 مليمتر then you have a thick biotype، فبالتالي ده بيعمل ماسكينج للبون ريزوربشن اللي هيحصل والتيشوز بتمنتين اتسلف، على عكس الثين بايوتايب اللي هو اقل من 1.5. طب انا بقدر اقيسه ازاي؟ بقيسه عن طريق ان انا بعمل حاجه اسمها بون ساوندنج، بموف بانثيزيا نيدل عليها ستوبر ان perpendicular للروت سيرفيس على 2 مليمتر و 4 مليمتر ايبيكال للفري جنجيفال مارجن، والديستنس دي ببتدي اقيسها على اندوميتر. لو الديستنس دي 2 او اكتر فانا كده عندي جود ثيكنس اوف تيشوز، لو هي اقل من 1.5 يبقى انا عندي ثين تيشوز. كلينيكال سبيكينج بنقول ان هي عامله زي الفرق بين الكرتونه والورقه، ان الثيك
جينجيفال بايوتايب عامل زي الكرتونه بتمنتين اتسلف وبتماسك لو حصل بون ريزولوشن الشادو بتاع المارجن بتاع الكراون او الشادو بتاع التيتانيوم امبلانت بتعمل له ماسكينج. وده حقيقه ككلينيشن بيسهل علينا الدنيا جدا. فانا لو هعمل ايميديت امبلانت اي ويل جو فور ان انا اختار ثيك بايوتايب تيشوز لو انا في ايدي ان انا اختار. طيب تاني حاجه عندنا سيستماتيك ريفيو بيتكلم على السوفت تيشو التريشن والاثاتيك اوتكم وذ ايميديت امبلانت فيلد تو فايند ا كلير كورليشن ما بين السكسس مع ثيك بايوتايب. يبقى ده مش شرط، هي حاجه بتسهل علينا الاوتكم وبتساعد الدكتور في النتائج لكن اتس نوت ا ماست. بعد كده هنتكلم على amount of keratinization. amount of keratinization دي اللي بنقيسها من الفري جينجيفال مارجن حتى الميوكو جينجيفال جانكشن زي ما باين عندنا في الدايجرام. لانج اند لو كانوا بيقول ان انا عندي عايز a minimum of 2 مليمتر keratinized gingiva. ال 2 مليمتر keratinized gingiva at least يكون منهم 1 مليمتر attached، يعني مش عايزهم يكونوا keratinized بس، انا عايزهم يكونوا keratinized and attached to the underlying bone. طيب اقدر اقيس الكراتينايز ميكوزا ازاي؟ زي ما قلنا من شويه البايو تايب بقيسه عن طريق الجينجيفال بيرثنج باستخدام النيدل بتاعت الانستيزيا عليها ستوبر. ده الهوريزونتال كومبوننت بتاع التيشوز. طب الفيرتيكال كومبوننت اماونت اوف كراتينايزيشن بنقيسها ازاي؟ يا اما فيجوال بعينك من الفري جينجيفال مارجن للميوكو جينجيفال جنكشن باستخدام البيريدونتال بروب، او ممكن بحاجه اسمها رولينج تيست بستخدم بلانت سايدد انسترومنت او اليفيتر وببتدي اتحرك من الابيكال كورونالي. اول ما يبتدي يحصل عندي بلجنج للتيشوز ده المكان اللي عنده خلصت الاماونت اوف كراتينيزيشن او ده الجنكشن ما بين الاتاتشد والان اتاتشد ميكوز. وبرده فيجوالي ممكن استخدم ستيننج او ديسكلوزنج ايجنت بيعمل لي ماسكينج او كولرنج للكراتينايزد عن النون كراتينايزد تيشوز. وبرضو الكراتيناز ميكوزا كويسة ومهمة but it's not a must. يبقى انت ككلينيشن لو عندك patient with a thick biotype كراتيناز ميكوزا كويسة ربنا بيحبك، النتائج هتبقى احسن والكيس هتبقى اسهل، بس ده ما يمنعش انك ما تعملش الحالات. يبقى انا ككلينيشن ياريت يكون عندي الحاجتين دول، لكن كأفيدنس وايز كراتيناز amount of كراتيناز ميكوزا كان ليها علاقة بالpatient maintenance. لو الpatient is compliant والamount of كراتيناز ميكوزا قليلة انت مش محتاج تتدخل بما ان العيان عارف يمنتين oral hygiene، لكن لو حسيته مش عارف يمنتين oral hygiene لا ده يخلينا نوقف ونضطر نعمل surgical intervention. طيب يبقى اول حاجة في الexamination هي soft tissue، تاني حاجة البون. طب انا كclinician النهاردة مفيش غنى ان انا اعمل سي بي سي تي، لازم عشان اعمل دنتال امبلانت لازم يكون عندي 3 دي ايمجنج او سي بي سي تي. السي بي سي تي اهم كات فيها هي الباكولينجوال دايمنشن زي ما شايفين مع بعض على السكرين، هي اللي بتوريني الثيكنس اوف باكال بون اللي هو اول حاجه في الرول اوف 5، بتوريني الاماونت اوف بون ايبيكال للروت اللي انا هجين منها البرايمري ستابيليتي بتاعتي، هل في باثوزز ولا لا، الديستنس والمسافه موجوده فين، اقدر اقيس الروت ريميننج روت اللي هخلعه طوله قد ايه. يعني انا بحط ايميديت امبلانت مكان لاترال غير لو مكان كانايل، مكان كانايل هيبقى عندي فيري لونج روت وبالتالي عايز فيري لونج امبلانت عشان اعرف اجين البرايمري ستابيليتي بتاعتي. طيب يبقى انا اي هاف تو كونفيرم تاني ان انا عندي لازم يكون المينيمال ثيكنس اوف بكال بليت اوف 1 ملم، وده حقيقه مش اكوردنج للليتريتشر موجود تقريبا في less than 50% of the cases، ولازم يكون عندي 3 مليمتر ايبيكال تو ذا روت في السنجل روت التيث عشان اجين منه استابيليتي. طب في المالتي روتد اي هاف مالتيبل اوبشنز، يا اما زي السنجل روتد هجين الاستابيليتي من الايبيكال بارت 3 مليمتر بيوند ذا روت، او من الانترسبت البون، او من السيركمفرنشال وولز الجدران بتاعت السوكت بتاعي. طيب في كلاسيفيكيشن مهمه جدا بتكلاسيفاي السوكت افتر اكستراكشن اكوردنج للساجيتال روت بوزيشن. كلاس 1 ان الروت بيبقى موجود رايح ناحيه البكل وده الموست فيفربل عشان ده بيديني فرصه ان انا احط الامبلانت ان بالاتالي دايركتد بوزيشن فزود البرايمري ستابيليتي وبالتالي
يحسن لي الاوت كوم بتاعي وان انا ممكن اعمل ايميديت لودنج لو عرفت. كلاس 2 ان الروت ميد واي ما بين البقل واللينجول. كلاس 3 رايح ناحيه البالاتال وده مش بنحبه لان انا كده هحط الامبلانت نوت ان بروستاتيكلي دريفن بوزيشن. كلاس 4 موجود اوبليك في البون هاوزنج بتاعي. طيب يبقى to take into consideration although immediate implant placement provide good soft tissue orthotic outcome عشان هي بتمنتين البون وبتقلل البروسس بتاعت الريزوربشن اللي انا مش هقدر اتفاداها, انما انا عندي هاي ريسك ان يكون عندي mid facial recession of bone with subsequent gingival recession. فبالتالي soft tissue augmentation seems to be important هو والبون. يعني لو انا عندي thin biotype I have to augment the soft tissue وهعتمد على ان انا اعمل augmentation او grafting للjumping gap وده اللي هنتكلم فيه كمان شوية عشان اعمل thickening للبقل بون فبالتالي امنتين soft tissue اللي حوالين الimplant. خلينا نشوف مع بعض حالة دلوقتي from A to Z planning عشان الدنيا تبقى واضحة. دي case patient young patient surgical عنده ال remaining roots دي non-restorable. لو هما restorable I will go for crown lengthening أو orthodontic extrusion post and core and crown. بس ده it's not our issue النهاردة, احنا بنتكلم على أسنان أو remaining roots non-restorable فبالتالي هضطر أعمل لها extraction. ده ال occlusal view. ال extraction أهم حاجة يكون عندي atraumatic extraction, يبقى بعد ما هعمل good examination او accurate examination للsoft tissue والبون هنبتدي نعمل extraction. extraction لازم يكون atraumatic عن طريق ان انا بقطع الجينجيفال فايبرز ب 15C lancet او مايكروبليت, بعد كده بخش بالبريوتوم او بالبون لاكسيترز عشان ابتدي اعمل separation للروت. البريوتوم ده بيبقى plant instrument بتقطع البيريدونتال ليجمنتس وبتعمل سيباريشن من غير ما تعمل ووجنج او فراكتشر للبون. في نفس الوقت هي مشكلتها انها تايم كونسيومنج, بتاخد وقت شويه, ففي ميثودز ثانيه برضه هنتعرف عليها مع بعض. وبعد كده بعد ما ابتدي يحصل لاكسيشن ابتدي اعمل ريموفال للروت بتاعي بالفورسبس. بالفورسبس انا انجيجنج الروت بس من غير ما انجيج خالص soft tissue او اعمل impingement للsoft tissue او للبون عشان ما يحصلليش اي fracture او اي injury للsoft tissue. والموفمنت بتاعتي only rotational movement وبتحرك apical مفيش باكولينجوال خالص. بعد ما شلت الروت ببتدي اعمل inspection للsocket. ازاي بعمل inspection للsocket؟ عن طريق حاجه اسمها osteotomy probe. osteotomy probe دايما بمشي بيه من جوه وصباعي على الليبيال بليت اوف بون. انا حاسس لو في اي فينستريشن او بيرفوريشن في البكال بليت هتحسها من جوه, مش لازم اعمل اي ريفلكشن للفلاب وهنتكلم في الموضوع ده كمان شويه. بعد كده لازم نعمل سوكت ديبرايدمنت كويس قوي عشان اشيل اي سورس اوف انفكشن موجود بعد الروت ده, جرانيولوما او اي انفلاماتري تيشوز موجوده, واعمل اريجيشن بسلاين كويس جدا. طيب البلات سبلاي بتاعي جاي منين؟ جاي من البريدونتال ليجمنت اللي انا شلته مع الروت, جاي من الاندوستيوم اللي ليه علاقه بالاماونت اوف بون اللي باقي. لو عندي بقل بليت اوف بون اقل من ملي فانا موست بروبلي ما عنديش اندوستيوم. وتالت حاجه البريوستيوم جاي من الفلاب اللي مغطي البون. لو انا عندي الفلاب عملت ريفلكشن فانا كده خسرت الثلاثه سورسز اوف بلات سبلاي فهيبقى عندي سيفير بون ريزوربشن. الكيس دي كانت استادي بنعملها عملها دكتور زميلنا في قسم علاج اللثه, وكان في الكيس دي عملنا ريفلكشن فلاب عشان نشوف البرفوريشن. هل انا ككلينيشن او كامبلانتولوجيست محتاج ريفلكت كل الفلاب ده عشان اوصل فينستريشن الصغيره دي؟ دي كلها ممكن يتعمل لها كليننج فروم ذا انسايد اوف ذا سوكت, مش محتاج اعمل ريفلكشن كده. فبليز دونت ريز ا فلاب عشان ده هيؤدي الى ان البون هيخسر كل البلات سبلاي فيحصل عندي سيفير بون ريزوربشن وممكن يحصل عندي ثريد اكسبوجر وريسيشن وده هيأند اب باثاتيك ديزاستر للعيان. طيب ايه التكنيكس الثانيه اللي ممكن اعمل بيها اتروماتيك اكستراكشن؟ ممكن اعمله عن طريق البيزو تابس فور اكستراكشن, ممكن عن طريق الفيزيكس فورسبس, وزي ما قلنا برضو البون لاكسيترز. Can we place an implant in infected socket؟ زمان immediate implant ده كان خيال في حد ذاته, فكانت تقول تحط implant
في انفكتد سوكت. كلنا دايما دلوقتي بيجي لنا حالات with chronic infection. It's a green flag ان انت you go for immediate implant as long as ان هو مش acute infection وعندي بس شغال productive معايا. يبقى انا according للبيبر بتاعت زوفيتي ايتان البوست اكستراكشن امبلانت في انفكتد فيرسس نون انفكتد اتس ا سيف اوبشن بشرط انها تكون كرونيك نوت اكيوت انفكشن. طيب يبقى بعد ما عملت سوفت تيشو اند بون اكزامينشن عملت اكستراكشن تيجي الامبلانت بليسمنت او الاوستيوتومي بريبريشن زي ما اتفقنا انا عايز اجين برايمري ستابيليتي في نفس الوقت يكون عندي بروثيتيكالي دريفن امبلانت بوزيشن. طيب بروثيتيكالي دريفن خلينا نراجع شويه معلومات مهمه جدا. الامبلانت بوزيشن ميزيو ديستال لازم اخلي بالي ان انا يكون عندي 1.5 مليمتر اواي فروم ذا روت اذا مينيمم لان انا لو قربت من الروت اللي جنبي هيحصل بون ريزوربشن والبابيلا هيحصل لها دروب فهيبقى عندي باد اثاتيك اوتكم. لو انا عندي اريا كومبرومايز زي اللاترال انسايزرز وعايز استخدم السبيس او القانون بتاع الواحد ونص ده اخليه واحد يو هاف تو يوز بلاتفورم سويتشنج امبلانت وده اكوردنج تو فيلا ايتال في 2012 والمسافه بين التو امبلانتس شود بي 3 ملم. يعني لو حضرتك زي الكيس اللي احنا عرضناها من شويه هتحط تو امبلانتس مكان السنترنز لازم تعمل حسابك ان المسافه بين التو امبلانتس تكون 3 ملم على الاقل لو انت عايز يكون عندك انتردنتال بون كويس من غير ريزوربشن وبالتالي سبورتد انتردنتال بابيلا. اكوردنج تو ايبيكو كورونا كلنا عارفين ان احنا في الاميديت بوست اكستراكشن لازم الامبلانت تو بي سبمرجد تحت البون 1 to 2 ملم عشان يو كومبنسيت لل ان افويدد ريزوربشن اللي هيحصل بوست اكستراكشن. طب بالنسبه للفري جنجيفال مارجن لازم اكون 3 to 4 ملم بلو الفري جنجيفال مارجن عشان يكون عندي روم فور ترانزيشن اوف ايمرجنس بروفايل. اخر بوينت عندنا اللي احنا كنا لسه بنكونفيرم عليها الايبيكو كورونال ودي اللي بيشتغل عليها مش بس الامبلانتولوجيست بيشتغل عليها البروثاتيك دنتست عشان ينشور بابيلا فورميشن هي المسافه ما بين الكريست اوف ذا بون والكونتاكت بوينت وده اكوردنج تو ترناو كنا بنتكلم انها تكون 5 ملم تو انشور في البابيلا فورميشن. بوزر كان عامل بيبر حلو جدا بيتكلم على الدنجرس اند كومفورت زون عشان يو اوبتمايز الايثاتيك اوت كم اكوردنج تو امبلانت دنتستري وكان بيتكلم ان انا اي هاف تو ليف 1.5 ل 2 ملم بكل تو ماي امبلانت وان يكون الكريست موديول او البوينت اوف كريست موديول او البوينت اوف انتر اوف يور امبلانت شود بي at least at the line of incisal edge connecting to incisal edge of adjacent teeth او عند السنجلم in case of screw retained. وده بيكونفيرم الصور اللي احنا عارضينها دي لو انا عايز screw retained ولا عايز cement retained restoration. ده شكل الاوتلاين بتاعي ان انا في اول فيس A لو انا هعمل cement retained B لو انا هعمل singulum at the singulum the screw retained. في كيس زي دي عشان يبقى عندي proper emergence profile مش acute emergence profile لازم يكون الامبلانت محطوط more deeper يعني في الصوره دي هي عامله acute angle قوي و very palatal كل ما هروح ملي palatal محتاج at least انزل ملي in the depth of the implant. concerning osteotomy preparation ودي تالت نقطه في الايميديت امبلانت بعد البروبر اكزامينشن للسوفت تيشو اوف بون الاتروماتيك اكستراكشن اوستيوتومي بريباريشن عملنا دريلنج في الصوره هنا باين عندنا ازاي الامبلانت محطوط ان باليتالي دايركتد بوزيشن عشان دايما اخلي عندي جامبنج جاب كبيره هعمل لها جرافتنج. الجامبنج جاب دي لما اعمل لها جرافتنج يبقى انا عندي ثيك بون بكل تو ماي امبلانت زي ما اتفقنا اكوردنج تو بوزر. بعد كده دي كيس تانية معانا هنشوفها من A to Z ادي بريمولر توث ماكسيلري بريمولر نون ريستورابل بيشنت كومبلينينج فروم بيرسيستنت انفلاميشن افتر اكستراكشن. الاكستراكشن كان صعب الحقيقه شويه عملنا سيبريشن للتو روتس وطلعنا كل روت لوحده
بعد كده عملنا drilling apical root وده الامبلانت ديزاين ديب ثريدز عشان تجين برايمري ستابيليتي. وده هنا بنتكلم على الدبث اوف ذا امبلانت زي ما اتفقنا يكون ان ريليشن الامبلانت ابوتمنت كونكشن يكون 1 ملم ابيكال للسمنتو انام جنكشن اوف ادجيسنت تيث. في نفس الوقت 1 تو 2 ملم ابيكال للكريست اوف ذا بون البكل كريست اوف ذا بون تو كومبنسيت فور بكل بون ريزوربشن. ده بعد الهيلينج سكند ستيج implant exposure by rotated palatal deep palatal flap. وبص هنا البون ازاي متكون فوق الامبلانت بتاعي. بعد كده after bone removal healing color in place soft tissue healing. وبعد كده soft tissue healing باصبعين عملنا open tray impression technique عشان اعمل السكرو ريتين كراون بتاعي. وده هنا السوفت تيشو هيلينج والإيمرجنس بروفايل الجميل بتاعي. بص عندي السوفت تيشو ثيكنس كويس ازاي لان انا حافظت وعملت فيلينج للجامبنج جاب بتاعتي كويس اب تو ذا جينجيفال مارجن اكوردنج تو دوال زون كونسبت اكوردنج تو تيرن ناو. وهنا ازاي انا باثيتيكالي دريفن السكرو بتاعي خارج بالظبط في السنترال فوسا اوف ماي كراون. طيب دي كيس في مولر اريا عشان احنا نبقى شفنا كيس الانتيريور اريا كيس في البري مولر وكيس في المولر تيث. زي ما اتفقنا في المولر اريا ليها حسابات مختلفه ان انت ممكن تجين الاستابيليتي مش بس من الانترسبتال بون ممكن تجين ات فروم الابيكال بون او فروم سيركمفرنشال وولز. بس عشان تاخد استابيليتي فروم ذا سيركمفرنشال وولز لازم يكون عندك سوكت صغير زي البري مولر او فيري وايد امبلانت 8 او 9 مللي وفي الحقيقه مش موجود في الايجيبشن ماركت. ادي افتر اتروماتيك اكستراكشن وذ بييزو. بعد كده بروثيتيكالي دريفن داخل بالظبط في الانترسبتال بون. ادي الاكس راي بتاعتي الامبلانت موجود بالظبط في السنترال فوسا عندي فيري هيوج جامبنج جاب grafting of the jumping gap. وبعد كده هنا نقطة تانية هنتكلم عليها هل أنا محتاج أعمل primary closure للفلاب ولا لأ؟ لو أنا عملت primary closure للفلاب أنا هيحصل عندي إن كل الكراتينيزم جوزة اللي موجودة بقلي هتروح على crest of the ridge وده هيقلل لي crest amount of كراتينيزم جوزة وبالتالي المينتنس بتاع العيان واللونج تيرم سرفايفل بتاع الكراون والإمبلانت ده هيكون أقل. فهنا عملنا closure للسوكت with collagen plugs ويحصل هيلينج باي سكندري انتنشن. ده الاي ماكس كراون بتاعي افتر سكرو ريتيند عملت له سيمنتيشن بريزنت سيمنت في الابطمنت. وادي الكراون ان بليس وذ ا فيري جود ايمرجنس بروفايل. وبرده ميزه الاميديت امبلانت زي ما باكد ان هو جايدد سيرجري انا واخد الامبلانت بليسمنت بتاعتي جايدد من التوث او الروت اللي كان موجود قبل كده. وادي crown in place x-ray برضو حالة تانية نشوفها مع بعض. هنا عملنا customization او custom healing abutment to implants واحد immediate واحد delayed واستخدمنا الرابر اندكس عشان اقدر اعمل customization emergence profile. فبقى انا عملت closure لل wound over the premolar زي ما هنشوف مع بعض. ادي هنا الكومبوزيت. بعد كده ببتدي اعمل له فينيشنج بسيط خالص بسوفلكسز وجاهزه ان انا اعمل لها فيكسيشن في الامبلانت بالمنظر ده. فيبقى انا عندي في التو كيسز اللي فاتوا عملت كلوجر مره بكاستم هيلينج ابارتمنت وذ كومبوزيت ومره بالكولاجين سبونج او الكولاكونز من غير ما اعمل برايمري كلوجر. ما بعملش برايمري نو نيد ان انا اعمل برايمري كلوجر وهنكونفيرم مع بعض برده كمان شويه بالبيبرز. طيب تو فيل اور نوت فيل املى الجاب ولا لا؟ الجاب هنأكد تاني هي المسافه من الكريست اوف ذا بون او كريست موديول اوف ذا امبلانت للانترنال بارت بتاع السوكت بتاعي. اكوردنج للليترشر لو انا المسافه دي اكتر من 2 ملم اي هاف تو جرافت بالذات في الايثاتيك زون. في بيبرز تانيه كانت بتقول لو هي اكتر من 4 ملم اي هاف تو جرافت. ترناو كان ليه باع طويل قوي في الموضوع ده وحتى كان عامل بيبرز ان الجامبنج جاب اب تو 6 ملم ما كانش بيعمل فيلنج للجاب وكان بيحصل نورمال هيلينج. خلينا نتكلم على الكلينيكال ورك اللي احنا بنشوفه في الديلي براكتس
ان انت دلوقتي هي اتس نوت ا ماتر اوف اونلي جامبنج جاب، انا عندي البكال بيت ثيكنس كويس ولا لا، عندي التيشو باي تايب كويس ولا لا، لو بيشنت عنده هاي سمايل لاين هاي ايثاتيك اكسبكتيشن انا هعمل اوفر تريتمنت، حتى لو الجامبنج جاب قليله انا هحاول اجرافت عشان احافظ ان انا يكون عندي ما يحصلش اي كولابس في المكان ده، ويفضل الفوليوم والكونتور بتاع البون بكر للامبلانت مينتين. فهنا دي كيس عندي 3 ملم جامبنج جاب according to literature I have to graft، خصوصا ده كان سنترال انسايزر. وكنا بنقول انترناو في 2014 ريكومنديشنز بتاعته الديوال زون كونسبت، ان هو يعمل فلابلس ايميديت امبلانت، يتحط ان بالاتالي دايركتد بوزيشن، ويعمل جرافتنج للجامبنج جاب اب تو سوفت تيشو، مش لحد البون، لحد السوفت تيشو، ويغطي الامبلانت عشان يمنتين السوفت تيشو. وكان فكرته ان السوفت تيشو هيحصل له انكروبريشن، ان الجرافت او البايوماتيريالز هيحصل لها انكروبريشن جوه السوفت تيشو فتعمل ثيكننج للبون، حتى لو هو ثين بايو تايب هتحسن الكواليتي اوف تيشوز وتحولها لثيك بايو تايب. زي الصوره دي هنا احنا عاملين كفرنج للامبلانت، كفرنج الامبلانت كله بالجرافت. في ستيب زي دي عشان الجرافت عندك ما يخشش جوه الامبلانت بلاتفورم لازم تحط هيلينج اباتمنت او كفر سكرو. وهنا عندنا كيس ايفن افتر ان احنا عملنا جرافتنج بس ما عملناش جرافتنج اب تو السوفت تيشو، حصل عندي ديبرشن في السوفت تيشو، وده اللي احنا التيرن ناو بيحاول يقوله عشان نمنع بروسيس زي دي، فانا عايز امنتين افري فوليوم از ماتش از اي كان بالذات في الايثاتيك زون. تاني هنكونفيرم على السوفت تيشو كلوجر ولا لا، اي ويل جو فور اوبن عن طريق ايه؟ ممكن الكلوجر مشكلته ومستو، ميزه الكلوجر ان هو هيخلي الامبلانت والجرافت بتاعي سيف ان بليس من غير ما يحصل اي كونتامينيشن، لكن مشكلته ان هو هيضيع علامات اوف كراتينيزيشن الموجوده عندي، بلس ان هو هيزود الموربيديتي والبين للبيشنت. طيب لو انا هعمله اوبن او هيلينج وذ سكندري انتنشن، انا ممكن اغطي الامبلانت بتاعي بايه؟ ممكن بكولاجين بلاجز او كولاكونز، ممكن بجيلاتين سبونج which is much cheaper، ممكن تستخدمها up to 10 cases. الكولاكونز موجودة في شركة زامر، موجودة في شركة بوتس، موجودة في شركات كتير. وممكن نقفل بكاستم هيلينج ابارتمنت زي ما شفنا في الحالات اللي قبل كده، او بكونكتيف تيشو او فري جينجيفال جرافت لو انا عايز اعمل ثيكننج واحسن الكواليتي اوف تيشوز، او ببيديكال جرافت زي الصوره دي الكيس عملها فيها سوفت تيشو كلوجر ويز سوفت تيشو جرافت بالاتال فري جينجيفال جرافت. ده الابثيليال بارت، وعملنا لها تاكنج ان وسوتشرنج ويز بولي بروبيلين 50 سوتشرز. ده شكل الهيلينج، او برضه في جنجفال جرافت روتيتد من نفس السايت بعد الروت اكستراكشن بالمنظر ده، او سوكت سيلينج زي الكيس اللي احنا هنشوفها مع بعض عن طريق الكولاكون او الكولاجين سبونج. ودي كيس from the surgical to the prosthetic phase. وجينجفال ذا ايمج اوف ذا بون، لو انت عندك جود باكل بون زي ما احنا شايفين في الكيس دي هيبقى عندي سوفت تيشو ثيكند بالمنظر. ممكن نعمل سوفت تيشو كلوجر يوزنج بي ار اف، دي وان اوف ذا ميثودز. بي ار اف اللي هو بليتلت ريتش فايبرين، بناخد عينه دم من المريض ونحطها في الجهاز السنتريفيوجيشن اون ذا سبيد من 15 فور 15 مينتس سبيد 3000 ار بي ام، بيطلع عندي جيلي لايك ماتيريال، بعملها كومبريشن بين تو جوز او تو ستيرايل جلاس لابس او ليها سبيشال بوكس، ببتدي اعمل سوتشرنج للممبرين. ميزه البي ار اف ان هو مش بس كفرنج الجرافت والامبلانت بتاعي، ده بيحسن السوفت تيشو هيلينج وبيقلل البوست اوبرتيف بين. برضه كان في كيس ريبرتس ان انا ممكن اقفل الامبلانت سايد بتاعي باستخدام السيرجيكال جلافز. ليه سيرجيكال جلافز؟ عشان هو بيكون ستيرايل مش الليتكس جلافز العادي. في برضه اوثرز كان او كيس ريبرتس كان بيعمل كفرج للامبلانت عن طريق استخدام استيرلايزد رابر دام على السايد بتاعي. طيب
ما ينفعش اتكلم على immediate implant من غير ما اتكلم على simplified socket classification بتاع ترناو. ترناو قسمها لتايب 1 و 2 و 3. احنا اتكلمنا على ان انا عندي classification according to sagittal root position. ترناو هنا بيتكلم على حال البكال بيت اوف بون واللي هي اهم حاجه في الرول اوف 5. هل انا عندي labial بيت اوف بون intact والسوفت تيشو intact فده يبقى تايب 1 او تايب 2؟ ان انا عندي في تايب 2 ان البكال بون في ريزولشن لكن السوفت تيشو اوف ا جود ثيكنس فهي مينتيند. ثالث حاجه ان انا عندي ريسيشن فور بوث بون اند سوفت تيشو ودي طبعا نوت انديكيتد فور ايميديت امبلانت. فده ادي من كونفيرم تاني ان انا عندي ليبيال بليت اند اسوسييتد سوفت تيشو ار كومبليتلي انتكت. تايب 2 موست ديفيكلت تو دايجنوز ان انا محتاج اعمل ساوندنج مش بس كوم بيم. تايب 3 انا عندي compromised both soft tissue and bone. وقسم بعد كده ترناو عمل sub classification في 2015 according to the amount of resorption of vocal plate of bone according to 5 mm 7 mm 10 mm of the labial plate of bone. وعمل حاجة اسمها ice cream cone technique for management of cases like this. زي ما نشوف في الصورة ده الايس كريم كون تكنيك. هو بيستخدم ستيف ممبرين زي البايوباند زيمر ممبرين بيعمل باوتش ليبيال للاكستراكشن سوكت ما بيعملش اي ريزنج فلابس ويعمل تاكينج ان للممبرين عشان كانه هيبيلد انيو وول او نيو باكل بليت فور ذا جرافت. والكيس دي موست بروبلي كان بيعملها ان ستيجد ابروتش بيعمل جرافتنج وبعد كده بيرجع يعمل امبلانت بليسمنت خصوصا لو عنده ال remaining bone مش هيجين منه good primary stability. ادي كيس سيناريو نشوفه مع بعض. دي كيس done by professor ترناو. ده شكل التكنيك والممبرين بتاعه وبيستخدم small size particle bovine bone او بيستخدم allograft. كان بيقول ان هو بيستخدم slowly resorbing bovine bone لو هو هيحط implant simultaneous انما لو هيعملها ك augmentation procedure وهيفتح كمان 4 شهور يحط implant he need graft that fast resorbing عشان يحصل لها replacement ب new bone. اوكي ده شكل ال healing وشكل ال final outcome بتاعه. وبرضه من الكلاسيفيكيشنز المهم عندنا الاكستراكشن ديفكت ساوندنج كلاسيفيكيشن. مهم في المحاضره دي ان انا احاول اديك كلينيكال تيبس ويز كارنتلي ايفيدنس بيزد. الموضوع متغطى بالايفيدنس وبالريسيرش ازاي عشان يبقى عندك جود ستاند بوينتس تقدر تقف عليه. فكان عندنا 5 كلاسز اي دي اس 1 اللي هو اكستراكشن ديفكت سوكت او ساوندنج 1 ان انا عندي بايو تايب is good. اهم من ان انت تحفظ الجدول انك تعرف ايه البوينتس اللي بيبص عليه. الاماونت اوف سوكت وولز افكت، هل في وولز افكتد؟ زيرو، يعني انا عندي الباكل بول بتاعي انتكت. البايو تايب اخباره ايه؟ از ثيك ولا ثين؟ التيشوز نفسها الديستنس فروم ذا ريفرنس بوينت، يعني ايه ريفرنس بوينت؟ هو كان بيحط فاكيوم بيوري له وير ذا لوكيشن اوف ذا فيوتشر ريستوريشن مارجن، المسافه من الفيوتشر ريستوريشن مارجن من 0 ل 3 وده اللي احنا قلنا عليه لما اجي احط الامبلانت لازم يكون 3 تو 4 مليمتر ايبيكال للفري جنجفال مارجن وبالتالي لل 3 تو 4 مليمتر ايبيكال للفيوتشر ريستوريشن ودي الكيس اللي انت تعمل فيها immediately with a predictable results. ال EDS2 ان انا عندي مشكله ان انا عندي شويه ديفكت في البوكال بون البايو تايب ثين او ثيك وعندي هارت تيشو 0.2 مليمتر ريزوربشن وبالتالي الديستنس من الريفرنس بوينت هتزيد فتبقى النتيجه هم سموها اتشيفبل بات نوت بريدكتبل ممكن تكون النتائج بتاعتها مش مضمونه قوي فالاحسن انك تعمل سايت بريزرفيشن. 3 و 4 لا الاحسن انك تعملها in a two stage انك تعمل augmentation و according to the graft ترجع تحط الامبلانت وممكن تعمل معاها soft tissue augmentation عشان تحسن النتائج بتاعتك. فعشان نسهل التيبل ده على الناس ما تتلخبطش مهم قوي نرجع للرول اوف 5 اللي هي بتلخص لنا كل ده ان يكون عندي intact buccal plate of bone يكون عندي thick gingival biotype الاثنين دول هيحموني كتير قوي مع ان انا احط implant in prosthetically driven implant position with good primary stability فده هيحسن لك ويديك predictable outcome.
دي الاسئله اللي ممكن اي حد يحتاج يجاوب عليها قبل ما يشتغل ايميديت امبلانت. دي ميزه الكونسنسز او الاعداد اللي بيعملوها البروفيسورز عشان يجاوب على الاسئله اللي ممكن يسالها اي كلينيشن. لما اجي اعمل ايميديت امبلانت، هل الكريستال ريزوربشن اذا فاكتور؟ هل زيه زي الديليت؟ هل انا عندي ريسك اوف ريسيشن؟ هل انا عندي سيرفايفل ريت اقل؟ لازم نجاوب مع بعض على الاسئله دي. طيب، وده according to systematic review in 2011 وقالوا انها comparable results. وفي 2018 كان عندنا 2019 كان في management of extraction socket و timing of implant consensus امتى احط الامبلانت بتاعي. الاتفاقيه دي بتقول لي امتى يكون عندي predictable results. الجزء ده نظري شويه بس هيلخص لنا اللي احنا قلناه من شويه. احنا خلصنا كلينيكال كيسز ازاي اقدر احط ايميديت امبلانت، الكرايتيريا بتاعتي اللي انا اقدر اختارها اكوردنج للليتريتشر. انا عندي هاو تو دو ايميديت امبلانت. بعد ما اتكلمنا عن الايميديت امبلانت هنتكلم عن السوكت شيلد. كلنا بنتكلم اليومين دول على السوكت شيلد. ايه هو السوكت شيلد؟ السوكت شيلد ده واحده من تكنيكس اسمها PET او البارشل اكستراكشن ثيرابي. من اسمها كده بارشل اكستراكشن ثيرابي، انا بعمل خلق جزئي للروت او للسنه بتاعتي. طيب ايه الفكره؟ خلينا نقول الموضوع من اوله. 1950 كان في حاجه اسمها روت سبمرجنس. يعني ايه روت سبمرجنس؟ يعني انا بقطع الكراون بتاع السنه وبسيب الروت سبمرجد كبونتك سايد ديفلوبمنت. يعني ايه بونتك سايد ديفلوبمنت؟ يعني انا بحاول احافظ على البون اللي موجود ان ما يحصلش كولابس تحت البونتك بتاعي. ليها كرايتيريا معينه سريعا كده، ان التوث يكون معمول لها روت كانال تريتمنت عشان الروت اللي انا هسيبه ده ما يعملش مشكله، وبنعمل له ريدكشن بلو البون ليفل، وموست بروبابلي المفروض اعمل سوفت تيشو اوجمنتيشن بكونكتيف تيشو جرافت او فري جنجيفال جرافت فوقه، وببتدي اعمل فاينل بروثيسيس بعد 3 شهور من البروسيس دي. الهدف بتاعي ان انا يكون عندي بريدج موجود البونتك بتاعه سيميلر او ايدنتيكال لكونترا لاترال توث من غير كولابس، من غير كان السنه دي ما اتخلعتش. بعد كده افرض السنه دي فيها مشكله بيريبيكال فهضطر اخلعها، فبدل ما اخلعها كلها بنعمل حاجه اسمها بونتك شيلد. يعني ايه بونتك شيلد؟ يعني انا بشيل الروت كله وبسيب الجزء اللازق في الليبيال بليت اوف بون. اشمعنى الليبيال بليت اوف بون؟ عشان دي ارفع حته في البون، وزي ما اتفقنا الحته اللي دايما بيحصل لها ريزورش. الثيوري فين؟ الثيوري ان الجزء ده اسمه باندل بون، اللي هو الجزء اللي اتاتشد للبريدونتال ليجمنتس. وجود البريدونتال ليجمنتس ده بيامن لي او يدي البون احساس ان لسه الدنيا فيها فانكشن، وان ما يحصلش النورمال بروسيس اوف ديسيوز اتروفي. فعشان يحصل البروسيس دي هي اللي مبنيه عليها كل الكلام اللي احنا هنقوله، سواء بونتك شيلد، روت سبمرجنس، او سوكت شيلد اللي احنا هنشرحه. فجه في 2010 هيرزلر واوتوزور الاثنين دول اشتغلوا على حاجه اسمها السوكت شيلد او الممبرين روت شيلد، ان هو بيسيب جزء من الروت موجود. مشكلتنا دايما في البوست اكستراكشن اللي بيحصل ان افويدبل ريزوربشن، فبالتالي بنقعد نقول نعمل ايميديت امبلانت ونملى الجامبنج جاب، نعمل سوفت تيشو اوجمنتيشن. كل دي حاجات تكنيكالي صعبه ومكلفه بعض الشيء للعيان، بالذات لو انا هستخدم جرافتنج ماتيريال، هستخدم ممبرين، دي حاجه بتزود التكلفه مش بس تكلفه الممبرين بتاعي. On the other side لو انا سبت جزء من الروت انا هحافظ على البوكل بون فمش هيحصل عندي ريزوربشن. دي الايديا بتاعتي. خلينا نمشي مع بعض نشوف هم عملوا ايه. دي التكنيك او الستبس بتاعت التكنيك عشان اللي ما كانش متخيل يتخيل من الصور. انا عندي بعمل كراون كاتنج، بعمل ديكرونيشن، وبعد كده بعمل سيباريشن للكورونال 2/3 اوف ذا روت اتاتشد للبوكل بون، وبشيل الجزء البالاتال مع الروت. الجزء البالاتال مع الروت ده المكان اللي هيبقى اوكيوبايد بالفيوتشر امبلانت بتاعي. برضو تو كونفيرميشن على الكلام اللي انا بقوله، لو السبيس ده مليته جرافت وما حطتش امبلانت ده بقى اسمه كده بونتك شيلد. ده المنظر كلينيكالي، ان انا المفروض يكون عندي ديستنس سيف ديستنس اوف 2 ملم ما بين بلاتفورم اوف ذا امبلانت اند الانر بارت اوف ذا شيلد. لو المسافه دي اقل من كده ممكن يحصل موبيليتي ديورنج الامبلانت انسيرشن، ان انا اخبط في الشيلد فاحركه وان البيريدونتال ليجمنت تتقطع، فهضطر اشيل الشيلد وابتدي اشتغل الكيس دي زي اي ريجولر ايميديت امبلانت. لكن لو انا
سبت سبيس هعمل جرافت فيبتدي يحصل هيلينج جود هيلينج او يحصل هيستولوجيكالي بون فورميشن ما بين الثريدز اوف تيتانيوم امبلانت والجرافت اللي انا هحطه ويحصل سام سورت اوف انكيروزز ما بين الشيلد وما بين الجرافتنج ماتيريال. طيب يبقى دي الستبس عندي زي ما اتفقنا. طيب عملوا لها كيتس كتير، عملتها شركه ميجاجن، عملت حاجه اسمها روت ممبرين كيت. دي الستبس بتاعتها عشان تخلي الموضوع اسهل. هو بيبتدي يعمل كانه بيعمل بريباريشن فور ا بوست او روت كانال ري تريتمنت، بيبتدي يعمل بحاجه زي الجيتس او البيسودرينز، يبتدي يعمل بريباريشن لحد اخر الايبكس، فيبتدي يعرف اللوكيشن بتاع الايبكس، بعد كده يخش بلونج شانك ستون هاي سبيد. مشكله كنا ان انت محتاج الريجولر ستونز بتاعتنا قصيره، انت محتاج حاجه تكون دبل المسافه بتاعتها عشان تقدر توصل معاك للروت ايبكس، خصوصا لو انت بتشتغل لسنه طويله زي الكناين مثلا. بعد كده ابتدي اعمل شيبنج للليبيال بارت اوف ذا روت اللي موجود، ابتدي اعمل شيبنج ايبيكالي براوند دايموند بيرد عشان اشيل الايبكس اللي فيها اكبر جزء من الاكسسوري كانالز اللي ممكن تعمل لي انفكشن في الفيوتشر، وفي نفس الوقت الجزء الكورونال الموست كورونال اخليه عامل زي الكريسنت زي الهلال عشان يديني روم فور وايدر جامبنج جاب، اعمل لها جرافتنج وامنع ان يحصل كونتاكت ما بين الشيلد وما بين الامبلانت بلاتفورم. وده بيبقى شكل الامبلانت في الكروس سكشنال فيو والشيلد. كل ما المسافه ما بين الامبلانت والروت يكون كبيره كل ما هتفيفر الاوتكم بتاعي. ومهم جدا جدا ان الشيلد ما يتحركش، عشان لو الشيلد اتحرك في بروبابيلتي كبيره قوي ان يحصل له اكسفوليشن ويحصل لي ريزوربشن والاوتكم بعد كده مش هيبقى مضمون. في دكتور كومار ده من الهند في 2018 عمل موديفيكيشن وعمل كيس ريبورت للسوكت شيلد. الحقيقه انا جايبها مش عشان تشوفها، هو نفس التكنيك، الفكره ان هو عمل شيلد لكل البروبورشنز، عمل ليبيال شيلد وبنسميه 3 اوفر 4 شيلد يعني ميزيال وديستال عشان يسبورت البابيلا، وحتى عمل لينجول شيلد. خلينا نشوف مع بعض الصور. ادي اول حاجه السوكت شيلد الريجلر اللي هو واخد الباكل بون كله، بعد كده بقى مور اكستندد ميزل وديستال عشان يسبورت الانتردنتال بون وبالتالي البابيلا اكوردنج تو هيز ثيوري، بعد كده ممكن تكون سي شيب ميزل او ديستال او يقسمها تو. طبعا كلاس 4 ده حاجه فيري فيري تكنيك سنسيتيف، حتى كلينيكال يعني بتهيألي اتس نوت ابلايد. واخر حاجه ان هو يتحط لينجول او بالاتال، ودي غالبا ما بنحتاجهاش. كده خلصنا الجزء الاول من المحاضره وهو الايميديت امبلانت بليسمنت او الايميديت بوست اكستراكشن. في جزء تاني مهم هو الايميديت لودنج، عشان ما نبقاش كونفيوزد ايميديت امبلانت انا بحب اسميها ايميديت بوست اكستراكشن امبلانت بليسمنت. يعني انا بعمل ايميديت امبلانت بليسمنت بعد ما عملت اكستراكشن. امال يعني ايه ايميديت لودنج؟ ايميديت لودنج يعني انا بركب الكراون في نفس اليوم بتاع الامبلانت بليسمنت، سواء الامبلانت ده ايميديت او ديليد، محطوط في نيتف هيلد بون او محطوط في اكستراكشن سوكت. من غير كلام immediate loading دي حاجة حلوة جدا للعيان عشان هي بتوفر له الوقت، بتحسن الاثاتكس والسلف ستيم بتاعه والسلف كونفيدنس ان هو ما بيقعدش مدة من غير سنة، بس دي ليها كرايتيريا معينة لازم نعرفها. اللودنج بروتوكولز عموما ان انا عندي immediate loading اللي هو up to one week، يبقى انا ممكن احط الكراون او البروثيسيس بتاعي حتى لو فول ارش up to one week. ليه ما ينفعش احطها بعد كده؟ احطها بعد كده دي اسمها early loading ودي حاجه ما بتحصلش خالص، او حاجه انا عمري في حياتي ما عملتها وما اعرفش ايه الكونسيكونسز بتاعتها. ان الايرلي لودنج ده الوقت اللي بيحصل فيه حاجه اسمها stability dip. يعني ايه stability dip؟ الامبلانت اللي انا بحطه ده ما هواش سكرو محطوط في الحيطه، البون از دايناميك، ان انا بحط الامبلانت بتاعي الامبلانت عامل ميكانيكال انكرج في البون، البون بيبتدي يحصل له ريزوربشن بالاوستيوكلاست وبتبتدي تيجي الاوستيوبلاست تكون نيو بون. فكره الاستابيليتي ديب هي الوقت اللي حصل فيها ريزوربشن للبون اللي كان موجود والبرايمري استابيليتي بتبتدي تقل ولسه السكندري استابيليتي والنيو بون فورميشن didn't cope with it، فده اخطر وقت اللي المفروض ما نلمسش فيه الامبلانت، فعشان كده لا بنعمل له اكسبوجر ولا بنعمل له لودنج في الفتره الاولى. ده حتى الان ده اخر ابديت واكوردنج للريجولر امبلانتس الموجوده في الماركت. يمكن في امبلانتس ثانيه عندها اس ال اي اكتف سيرفيس تريتمنت بيحصل هيلينج اسرع للبون فالاستابيليتي ديب بتبقى اسرع من كده، زي الامبلانت شتراومان امبلانتس او اس ال اي اكتف شتراومان امبلانتس. يبقى انا الطبيعي ان انا هعمل كونفشنال لودنج اللي هو 2 مانث وانت طالع بعد ما يكون حصل بروبر اوستيو انتجريشن. هل عندي 2 مانث انا عندي اتكون لاميلر بون؟ هيستولوجيكالي لا،
انا بيبتدي يكون عندي لاميلر بون بعد 4 شهور. امال ايه الفكره؟ الفكره ان ابتدى يحصل دون فورميشن وكوبنج بالسكندري ستابيليتي مع برايمري ستابيليتي اللي ابتدت تقل. يبقى نكونفيرم تاني ان انا عندي ايميديت لودنج ده بعمله within first week او conventional loading بعمله after 2 months. طب ينفع دكتور اعمل لودنج بعد سنه؟ ممكن يحصل لودنج خلاص، هو امتى تحصل له اصلا انتجريشن مفيش مشكله، مش هيحصل اي حاجه. Why when to do immediate loading؟ ما ينفعش تعمل immediate loading في المولر اريا، اتس فيري ريسكي. يبقى انا يوم ما اعمل immediate loading انا عايز اعملها في ethatic zone، في مكان اللودز عليه قليله زي اللاترال انسايزر، حاجه ethatic zone بلس ان يكون عندي هاي برايمري ستابيليتي. يعني ايه هاي برايمري ستابيليتي؟ ان انا التورك اوف انسرشن اوف امبلانت معدي ال 35 او 45 نيوتن تورك اوف انسرشن، او لو حضرتك عندك اوستل او ريزونانس فريكونسي اناليسيز يقيس الانسرشن اوف اكتر من 75 اي سي كيو ريكورد. خلينا نشوف الايميديت لودنج ازاي بنعمله في سنجل توث وفي الفول ارش. سنجل توث يا اما هعمله عن طريق ان انا بعمل تمبري اباتمنت. التمبري اباتمنت دي ما هي الا سيريتد اباتمنت عشان تعمل لي انجيجمنت او ريتنشن مينز للكومبوزيت ماتيريال اللي انا احطها. ممكن استخدم معاها ايه؟ سيلينويد كراون او حاجه تديني الشيب، او بري فابريكيتد كراون. ممكن تستخدم الهيلينج اباتمنت نفسها، ممكن استخدم فاينل اباتمنت، ما تفرقش. الايزوليشن هعمله ازاي وانا بحط الكومبوزيت؟ في حاجات بري فابريكيتد شيلز سعرها غالي شويه بس هتسهل وتوفر عليك الوقت. ممكن تستخدم رابر دام، ممكن تستخدم تفلن، وفي بيبرز قالت مش فارقه خالص انك تعمل ايزوليشن. الريستوريشنز بتاعتي زي ما اتفقنا يا اما بري فابريكيتد كراون او شيل. الفرق بين الكراون ده كراون فول انادمي كراون، شيل مجرد قشره خارجيه مدياك شكل كويس فينش للكراون وانت بتعمل لها ريلايننج باكريليك او بالتمبري كراون ماتيريال. ممكن سيلولويد كراون زي ما قلنا، ممكن تعمل بيلد اب للكراون بفري هاند لو انت شاطر في الكومبوزيت وبتعرف تشكل وترسم، او لو العيان ده عنده سنه اوريدي مكسوره وانت عملت ايميديت امبلانت وايميديت لودنج عن طريق سنه العيان وده بيدي احسن ايثاتكس ممكن نشوفها. هنرجع نكونفيرم البروجريسيف لودنج از بريفيرد. يعني ايه بروجريسيف لودنج؟ يعني انا ببتدي اللودنج بتاعي يكون باكريليك او بي ام ام اي كراون. كراون مش هينقل اللودنج فري اوف اوكلوجن في السنتريك وفي اللاترال اكسكورجن موفمنت وفي البروتروسيف، ودي يمكن اخطر من السنتريك ريليشن. من ضمن الغلطات ان انا مهم قوي ان انا ما اعملش سبلنتنج للكراون ده مع السنان اللي جنبه، لان السنان زي ما احنا عارفين ماسكه في البومب بيريدونتال ليجمنتس فبتقلها سبب موفمنت، فالموفمنت دي ممكن تاثر على الامبلانت بتاعي. انا ما اعملش سبلنتنج خالص للامبلانت ده مع الادجيسنت تيث في الفتره الاولى من الهيلينج. دي صور لكيسز بري فابريكيتد سيرفايكال فورمر. طيب بالنسبه للفول ارش ايميديت لودنج بنستخدم، عايز اعمل فيكسيشن امبلانتس دي مع بعض. احنا في دلوقتي ترند بتاع الانترا اورال ويلدنج. يعني ايه انترا اورال ويلدنج؟ يعني انا الامبلانتس بتاعتي عايز اوزع اللودز النازله عليهم، فبوصل الامبلانتس دي بتيتانيوم واير. تيتانيوم واير ده ببتدي الحمه بحاجه اسمها انترا اورال ويلدنج. الميزه دي ان انا عملت فيكسيشن فوزعت اللودز بايوميكانيكال، سمحت لي ان انا اقدر اعمل لودنج فروم داي 1. في نفس الوقت انا مش محتاج اودي الحاجه للمعمل تروح يحصل لها اكسترا اورال ويلدنج وترجع تاني، فدي ميزتها انها اون ذا سبوت. انا بايوميكانيكال خلصت الموضوع كلودز ووفرت على البيشنت بتاعي الوقت والمجهود ده كله. اوكلوجن از كوريشن زي ما اتفقنا. واخر بوينت هقولها جيت ريدي تو سي نو، سواء لايميديت امبلانت او ايميديت لودنج. لو ما عنديش برايمري ستابيليتي، عندي تورك اوف انسرشن وذ هاند او انسرشن اقل من 70 بالاي سي كيو، او تورك اوف انسرشن اقل من 35 نيوتن بير سنتيمتر، لا هتحط الكفر سكرو بتاعك ومش هتحط مش هتركب السوبر ستراكشر او كراون بتاعك عشان ما تعملش لودنج فتاثر او تزود الريسك اوف فيلير. في الحالات اللي ما فيهاش انت تبقل بيت اوف بون، عندي ريزيديوال انفكشن هيوج انفكشن او عندي اكيوت انفكشن، مش هعمل ايميديت امبلانت، لا ممكن اعمل سوكت بريزرفيشن واستنى يحصل سوفت تيشو هيلينج كويس وابتدي اعمل الامبلانت بتاعي. دي كيس اوف سوكت بريزرفيشن، عندي هيوج ليجن بعد الروت اكستراكشن حطينا جرافت وقفلنا السوكت بكولاجين بلاجز.
After 4 months implant insertion in prosthetically driven position, interactive implant. أهم حاجة الـ implant position. وبعد كده الـ suturing بتاعي. احنا هنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. أتمنى تكون مفيدة لكم. شكرا جزيلا.